تعالي يا سهام نروح بقى لمدينة الإسماعيلية عشان نشوف أخبار الدرويش. الخبر بيقول خلاص الحمد لله إدارة الفريق فريق الكرة بنادي الإسماعيلي تعافى تماما من فيروس كورونا، وخضع الثنائي الإداري الآخر بصفوف الدرويش لمسحة جديدة لحسم مصيرهم من العودة للنادي. وكانت الإصابات بكورونا ضربت 3 أعضاء من الجهاز الإداري بالفريق في المسحة الأخيرة اللي أجراها الفريق قبل مشاركته في مسابقة الدوري العام أمام النادي المصري يوم 14 أغسطس اللي هتقام يوم 14 أغسطس في برج العرب في الأسبوع 19 من الدوري العام. والحمد لله يعني كل الناس بتتعافى وكل الناس طبعا. إن شاء الله تكون جاهزة بإذن الله. هو أوريدي الإسماعيلي لعب 4 ماتشات وإن شاء الله يمكن يعني خلاص بيستعد كمان للدوري. لعب 4 ودية، تعادل مع أسوان 1-1 في أولى وديات، وبعد كده خسر من نادي مصر 1-0 وفي تاني ودية، وفاز على مصر المقصة 3-1 ورجع الإسماعيلي بعد كده والمقصة ولعبه، ويمكن يعني المباراة انتهت بالتعادل، دي كانت آخر ودية انتهت بالتعادل. مظبوط. ده طبعا استعدادات الفرق كلها. نروح لإسكندرية، نخلينا في نادي سموحة. نادي سموحة قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة طبعا المهندس فرج عامر تقديم احتجاج رسمي لمجلس إدارة اتحاد الكرة ضد العقوبة الموقعة على حارس المرمى لنادي سموحة الهاني سليمان بالإيقاف لمدة 3 مباريات وتغريمه 50,000 جنيه، طبعا بعد مشكلة تعديه بالضرب على أحمد رفعت صانع ألعاب نادي الاتحاد السكندري في المباراة اللي أقيمت بين الفريقين قبل استئناف الدوري. وطبعا يعني عايز أقول لك يا سام، الهاني سليمان يمكن أنا كنت المدرب بتاعه، هو جون على مستوى عالي وجون كويس، ولكن بيخرج كتير جدا عن النص وبيخرج تركيزه وبيخرج فرقته عصبي، وليه بعض الخروج عن النص او بشكل او باخر. لكن طبعا مهندس فرج عامر بيطلب من اتحاد الكره ان العقوبه تقل شويه عشان طبعا يكون موجود في المباراه. طبعا اكيد وجوده مهم الحقيقه. احنا دلوقتي هنروح لزعيم الثغر نادي الاتحاد السكندري. نادي الاتحاد السكندري طلعت يوسف المدير الفني للفريق قرر اقامه معسكر مغلق في فندق من فنادق القاهرة النهاردة، بيستعدوا لمواجهة الزمالك يوم الاثنين اللي جاي الساعة 9 بالليل في استاد برج العرب، برضو ضمن مؤجلات الأسبوع 18 للدوري. الاتحاد السكندري خاض مباريات ودية لعب فيها زعيم الثغر مع طنطا سموحة، طمن فيها المدير الفني على مستوى حالة اللعيبة بعد ما عادوا مرة أخرى للتدريبات بشكل منتظم، بالإضافة طبعا للثنائي المحترف الإفواري رزاق سيسي والسوري عمر الميداني اللي وصلوا في وقت متأخر بعد طبعا ما اتفتحت الخطوط الجوية كلها، طبعا يعني إجراءات استثنائية يا جماعة. فوصل طبعا وصول بعض اللعيبه المحترفه متأخرين، لكن هيلحقوا يعني ان شاء الله. يعني نتمنى المعسكر. كل الناس كل الفرق تكون مستعده بشكل كبير. نروح لطلائع الجيش. طلائع الجيش استعد بقوه للدوري بعد ما قرر طبعا الكابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق منح الفرصه للعناصر اللي غابت على المشاركه في المباريات الوديه الاولى عشان يظهروا في وديه الانتاج الحربي السبت اللي جاي ان شاء الله. عندهم مباراه مع الانتاج الحربي بيجهزهم فنيا وبدنيا وتعتبر البروفه الاخيره في مواجهه فريق بيراميدز، اللي المباراه اللي تقام الساعه 8 ان شاء الله يوم 16 اغسطس على استاد الدفاع الجوي ضمن طبعا مواجهات الاسبوع ال20 لمسابقه الدوري. طلائع الجيش طبعا فاز على المقاولين العرب 1-0 في اللقاء الودي اللي جمع بين الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري يوم الثلاث اللي فات، وكل الناس بتستعد بشكل جيد جدا يا سام. بإذن الله. نروح بقى كابتن معاك ومع الناس لأسوان. أسوان اللي بيخضع حاليا فريق الكرة الأول فيه والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري بكرة إن شاء الله لإجراءات مسحة طبية جديدة للكشف عن كورونا. ده زي ما قلنا مرارا وتكرارا تطبيقا للإجراءات أو إجراءات اللجنة الطبية لاتحاد الكرة استعدادا لمواجهة مصر المقصة يوم الأحد اللي جاي في اللقاء المؤجل من عمر الجولة 18 بمسابقة الدوري.